هو انا لازم اطلع بزازي عشان اخد لايكات يا اولاد الوسخ؟ والله العظيم عنده حق. هو فعلا للاسف لازم تطلع الهقه والبقه عشان تاخد لايكات. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ جيش الجامبو لايكاتكم. زي ما وعدتكم ان شاء الله فيديوهاتي بتنزل كل يوم جمعه الساعه 4 العصر، يبقى احنا ثبتناها يوم الجمعه الساعه 4 العصر. قبل ما نبدا الفيديو انزل بسرعه لو انت لسه جديد اشترك في القناه من تحت، فعل زر الجرس، خليه كل اشعارات عشان يوصلك كل جديد، لايكات كتير. وزي ما قلت لكم لو عايزين تكلموني تعالوا على الانستجرام اعملوا فولو هناك وابعتوا لي رسائل برد على اي حد هناك. لايكاتكم المتينه، ويلا بينا مع الفيديو اللي عيني متلاعن. يلا بينا يلا. استغفر الله العظيم يا رب. جامده قوي. بيقول لك تمرين التشغيل الدماغ عشان الناس اللي بتشغل دماغها دي. لا جامد الفيديو. يا حبيبي الواد محروم من الحنان، امه ما ادتلوش كفايه في الحنان فراح ياخده من بنت الجيران. اه يا شقط يا لقط. هو انت الولد بيبقى عندك من ورا ولا مش فاهم؟ اصل هي بتبص على لا مؤاخذه الامبوله بتاعتها وراحت ولد وراحت عمل رعشتها كده، ولا اعوذ بالله هزتني. اما حته ولد هو فعلا حته ولد حته ولد. يخاف عليه من الحسد. هي فعلا يتخاف عليها من الحسد. كبيره كبيره قد برميل التورش. اللهم صل على النبي. شكله برج الطرقه او ازرق او يمكن اسد. لا هو مش اسد، هو لبوه. اه والله لبوة. يا خرابي يا خرابي يا خرابي، دمرت لي اعصابي. انا بعد شفت الفيديو ده كاني ما شفتش اناس قبل كده، كاني ما شفتش حريم قبل كده. والله يخرب بيتك يخرب بيتك تهدي. لما تيجي تاكل تين ما تاكلش على طول. امال اكله ازاي يا سيد المعلمين؟ ها لما اجي اكل تين اكله ازاي يا سيد المعلمين؟ ها علمني. انت قلتش نفسك بالقلم ان انت اتفرجت عليا الاول، بعد كده بنفتح التينه اشوفها جواها ميكروباص مستخبي في النانه جوا مستخبي، ونجيب الملقاط ون ايه وناخد حته حته كده وناكل. احنا فاضيين يا ابني، ملقط ايه اللي اكل بيه؟ واحدة واحدة من جوه التينة. انت هتمغص علينا عيشتنا في التينة كمان؟ ناكل كده وناكل عشان المكروب ده لو كلت انت ممكن تموت. الله يطلع، انت راجل قلوط. اوكي حاضر، ختم الجودة حاضر يا ابو عين واحدة. حاضر حاضر جميل. دي حلاب. وسع على الشمال مش عاوز اعرف ودالي اللي كنت عليها بحكي لكم كانت نور عينيا. حبيبتي هو فين البنطلون؟ البنتي البنتي باين. فين البنطلون يا استاذ؟ لقيتها تشقلب حالها يا قلبي انساها. سابت في قلب جراح. هي سابت في قلب كلوتات. اه ما هي طالعه من غير الكلوت، فاكيد سايبه الكلوتات عند انا او عند جارها او اي شاب يعني. هو الواد الخول ده عايزه تحضنه من ورا، تلزق فيه عشان يحس بالكور، فاهمني؟ الكور وكده. فهنشوف هيعمل ايه الفاجر ده، نتعلم منه مفيش مشاكل يعني. واو انت جريء جدا، انت ازاي تعمل كده؟ واو كل البنات تخش لها يا جدعان تديله رقمها بسرعه. يا له رفع حصان جامده قوي. ايه
تصدقي وتامني بالله ان انت غلبتيني، عشان انا بحب اصور صحابي وهم بيشخوا برضو. انا كده، انا مجنون بحب اصور صحابي وهم بيشخوا. فبجد نفسي نتعرف انا وانت على بعض، لان انا يعني انت تصوريني وانا بشخ، وانا صورك وانت بتشخي، نتبادل ثقافه الشخاخ ما بيننا، حاجه جميله جدا. شمس تقول ايه للصفو؟ هقول لها ايه؟ هقول لها انت مش شغلاني اصلا، انا اشغل وما تشغلش. شمس تقول ايه للصفرة؟ اقول لها ايه؟ انا اقول لها ايه؟ انا شمس اللي حتى بيرسينج في صورتي، اقول لها ايه؟ انا اشغل ما تشغلش ياما، انا باينه لك بطني، فاهم؟ لو مش باقي على اي حاجه اصلا، اهلي رافعين قرون فمش باقي على حاجه. انا شمس يا صفرة، انت من كتر الصفار طلع على وشك، فاهمه؟ بقيتي عامله زي البيضه الصفرة. بقيت عامله زي البيضه الصفرة؟ حضرتك عامله زي البيضه الحمراء ولا هي حمراء ولا ايه النظام معاك وانتوا على الصبح كده؟ فاهمه؟ شفت الصفار بتاع البيض؟ انت عامله زيه. امتى بقى قابلك يا صفرة وانا اخليكي معجون الاسنان على وشك اقلبهولك يا صفرة؟ اهري يا صفرة. الله الله، كلام مفيد فعلا، كلام مفيد. صفار وبياض وطفح على وقه. مش قايل لك يا جوجو ما تطلعيش كده يا جوجو؟ يعني الحاجات دي ما بيني وما بينك يا جوجو. جوجو انا بحب بطنك قوي، بص انا ممكن امسك بطنك دي اقعد اكل فيها لمده سنه قدام. جوجو بلاش البطن جوجو، انا بضعف يا جدعان، على الطلاق كسر الله، ما تضايقونيش. ايه ده ايه ده ايه ده، بتعملي ايه؟ ايه ده ايه ده فعلا، ايه ده ايه ده حضرتك بتعملي ايه؟ يا بنتي يا بنتي يا بنتي بتعملي ايه؟ عايز اروح الشارع ليه تاني ولا ايه؟ انت عايز اروح ليه يا بنتي؟ انا عيانه جايباكي تساعديني، انا غلطانه، انا غلطانه تساعديني، انا خلاص خفيت. يعني من ورا اديتينا ومن صدرك ما حرمتينا، شكرا ليكي، حط لها فزلينا. خفيت مالها ايه؟ عايزه تروح الملاعي على الطلاق؟ انت عايز تقعدي على زعزيع القصب، تقعدي على زعزيع القصب، قصبه قصبه يخرموكي كده. ملاهي انت تروحي الغابه ياما، الغابه. لا 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 ملاهي ايه؟ بس خلاص انا تعبت. انا اول مره اشوف قرد طيزو عامله كده، والله العظيم يعني اول مره اشوف قرد عمال يتنطط طيزو عامله كده. Give a nice 1-2 cross and then you can just Are you kidding me? I will kill you. Hmm? I will kill you. سرق قول دروروم، تمام ما؟ دكاتته زمان. هاتلك. لو جيتي هاتلك. يعني انت بتفتخري؟ لا يا جدعان. البت المصرية زعلانة ان 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 البزابيز اللي عندها صغيرة، وان البت الأجنبية بزابيزها كبيرة. هي البنات بجد، انا عايز اعرف والله، يعني البنات يعني بتقعد تقعد مع نفسها كده تقول اشمعنى هي صدرها كبير وانا صدري صغير؟ بجد انا مقهوره بجد، يا رب يسخطها، يا رب يشفته كده ويبقوا شبه الترمسه. ازاي كل ده؟ هو عندها شمام وبطيخ، وانا ليمون ليه؟ ليه يا رب؟ ليه يا بطيخ وانا ليمون ليه؟ يعني بجد البنات بتقعد مع نفسها تقعد تقول كده؟ اكتبوا لي في الكومنتات عشان انا مش فاهم. طب يا جماعه الخير، كده احنا وصلنا لاخر هذا الفيديو اللعين المتلاعن. جاشوا جنبه لايكاتكم، لو انت لسه جديد اشترك في القناه من تحت، فعل زر الجرس وخليه كل الاشعارات. كان معاكم جنبه من قناه عبد الله جنبه، وتعالوا على الانستجرام برد على اي حد. وسلام سلام.